نعم، دابا الان انتي علاش كنتي متواجده في الاوتيل؟ انا ديك الساعه ماشي انا غير كم حرب كنا غير نتقهوى ماشي شي حاجه ما كيفاش بغيتي تتقهوى؟ نعم، علاش كنتي تتواجدي في القهوه؟ تتواجد الفاسة تتواجد على كل شيء، اي حاجه طريقه انا ما نعرفش تتواجد اي طريقه ديرها بسي بعيد دير اي حاجه. يعني انتم كنتوا تتواجدوا تمايا اي حاجه ما درتش راه نخدم بعدا كيما نديرو حيت علاش؟ كي ترانسبورتي داكشي اللي كتعني تينا اكرام واحد اخر ما خصهمش هادشي يكون خصك هادشي يتجمع حيت انا بغيت اصلا تبقى لي مشكل وهادشي ما كاينش اللي يتعاون معايا فيه وصافي ملي شفتو ديك الهضرة ما خص هاد الشيء خصو يتعاقب والبنات ما خصوش تتعاقب بحال هكا نتعاون في اي حاجة بنت ما بقالهاش الجسم ديالها اللي غادي يدير حيت علاش داز عليها الدين داز عليها العذاب. دابا نعتذر دابا بالنسبة ل انتيا كنتي قلتي تتواجدي تمايا لأن كنتو تتبيعو راسكم تتبيعو راسنا ما خدمتش زادي تتبيعو الجسد ديالكم باش ناكلو ونهزو وليدات عندك وليدات عندي ثلاثة باش نخدمو باش نديرو أي حاجة باش نسيب عليك دير شحال شحال هادي المدة وانتي على هاد الحالة؟ دابا غتكون دابا هادشي تمسلي ولا تعس دابا تمسلي ولا تعس سنين انتيا نفس الحالة هكا غتخرجي في الصباح خص الصباح راه اي حاجه نخرج بالليل الصباح اي بيزا هما كنبقاو هنا سنة بلي كنمشيو نور ما كنمشيو عليك فين تتمشيو بالضبط؟ كنمشيو لحالات البارات البار وتتعرضوا للاجساد ديالكم ما عندناش ما عندناش شي صناعه ما عندناش شي مدخول اللي غيدخل ما عندكش تا هو هذيك اللي غيزوجو ما محتاجين عندي جوج وليدات كي غادي ندير وما تتخافوش يتنقل لكم شي مرض جنسي فكر ما خلاك تفكر في شي حاجه اخرى ما كناش حنا نكونوا في ديورنا حتى حنا مرتاحين ما عندنا شي خدمه محترمه شحال تربحوا من هذه المهنه هذه كل مره واش كل مره واش مثلا كاين اللي تهلا فيك كاين اللي يديك وكرفسك كاع كاين اللي يديك وما يعطيكش كاين بزاف ديال الاستغلال موجودين فيه بزاف بزاف كاين اللي كتاكل الاعصاب شحال تقريبا شحال في المتوسط شحال زعما تاخذوا عموله؟ عموله مرة ب 100 درهم ولا 300 درهم في النهار؟ شي مرة كاع ما كاين والو كاع شي مرة كتقول يا ربي غير نرجع نصحى سلامات يا ربي. وشحال مرة تتمارسي الجنس مع في النهار؟ جوج ثلاثة المرات. نعم كاين شي طالبة أنايا الناس وهادشي ما يخرجش بلاد برا عمرها دقات بابكم شي جمعيه قالت لكم ولا جاوب اول مره تلتقي مع الجمعيه لا المخزن ديالنا كنمشيو عندهم ما كيقبضوا لنا شي حق لنا ولا يشوفوا جمعيه فين هذيك المنطقه ما فيهاش ديال شي جمعيه ما كاينش شي مساعده كاع شي خلاص كاين غير الجنسي هو اللي كاين الفوت فيه الجنس كلشي تيخرج ما كاينش اللي يخرج ما كاينش الخدمة ما كاينش عندنا شي صناعة فين نخدمو فين تحل يعني الفوت كل هذا عارة كل هذا عارة كلشي بنادم اللي ما كاينش شي وحدة اللي خدامة كلشي البيضة كلشي تيدو ما كاينش شي مصنع فين غادي نخدمو ولا فين نتحركو ما كاين حتى شي حاجة غير الوطيلة غير الوطيلة اللي كاين مريم 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 انا علاش كيدوز واحد الدور في جنب الصدر واخا نقولو في جنبي راه ما غاديش تعرفو جميع انواع التاديب ديال هادشي ديال فهاد الطريقه اللي حنا غاديين فيها كيدوز علينا و تنقولو ماشي مشكل ما عندناش ملي ما عندناش دابا نتوما واش كاريه في ارفود ولا شنو شحال كاريه وانا كاريه من نضال كاريه انا في الرشيديه عندي جوج وليدات وعندي خايب معاق وما عنديش با صالح فينا انا اللي هز انا هي الراجل ديال الدار انا هي كلشي ما عندي شي حد كاع اللي معاوني ولا شي خويا كبير ولا شي اختي شحال من مره تم الاعتداء عليك جسديا ماشي الجنس يعني ضربك شي واحد ميرا عدد شحال تقريبا غير مؤخرا بعدا راه واحد انا وياه وليت في الراشيديه ولكن واخا هذاك الحمد لله خداو لي الجزاء ديالي في الراشيديه وتعاقب ما عرف درهم ما فين عرف درهم كنمشيو عندهم ما كيتسنط لك هي ولكن من مورا فاش كتمشي ما ماشي غير انا الاولى عدد البنات صافي تا كنقول لها شي دار لها عاوتاني صافي كتبغي تمشي تجلسي في حالها.
مريم شنو النداء ديالك يا مريم؟ النداء ديالي هي غنسي بغيت تقبل الحق ديالها، اختي بغيت تقبل الحق ديالها، بغيت اي بنت خارجه في الطريق تقلع على تخدم فاش ناقصني والله ما عندها ما دير. حيت هادشي ما جات طريق باش ما دايمش، حنا عارفين وما دايمش، ولكن ما عندناش كاع المجهود، ما عندناش الجهد اللي نديرو شي حاجه، ما كاينش شي مساعده، ما كايناش. كانت المساعده هادشي ما يكونش هكا، غادي قلعت انا كاع